قيمها بقى ان وقت لو احنا لعبنا جزائر وقعت امامنا في مباراه لا الصراع بونت بقى، هل الوضع تانية بالنسبه لك انت كده قدرت تقيم منتخبنا في ان انت مثلا بتضيف حد زي صلاح، بتضيف حد زي قفشه، زي عبد الله السعيد مثلا، هتضيف الناس دي افريقيا كمان، احنا بنتكلم عن افريقيا، هتضيف الناس دي بس يبقى لك شغل تكتيكي يا فاروق. ما انا هجيب صلاح، انت شايف ان في اصلا شغل؟ لا ما انا ما هو بقى هو اللي لازم يعمل الكلام ده يا فاروق. ما انت دلوقتي انت جبت صلاح ومرموش وجبت عبد الله السعيد وجبت، ما هو نفس الكلام دوت هو اللي حصل في الجابون، هو اللي حصل في انجولا. انت مش شايف شخصيه للمنتخب، مش شايف طريقه لعب ان انت تقول عليها لا احنا نخوف اي فرقه، احنا بشخصيه اللعيبه اللي موجوده بتحركات اللعيبه اللي موجوده لا نكسب اي فرقه. انت برضو هترجع وتعتمد على صلاح، واخد بالك؟ وصلاح بيتمسك من الجبهه الشمال كلها، يعني الجبهه الشمال بتاعه اي منتخب هو بيتمسك منها يا عم كمونه. صح. الراجل اللي بيلعب ناحيه الليفت والهاف اللي تحتيه والباك ليفت، لا وغير كده كمان المساك بيميل عليه. فانت بيبقى بجد لازم يبقى في حلول. ايه الحلول بقى؟ ان انت مثلا بتبدا تعمل طريقه لعب تخف الضغط على صلاح عشان تلعب من ناحيه الليفت او من العمق عشان صلاح يجي بالاختراقات زي ما بنشوفه بره، ان هو يسرق الراجل تحط له في مكان صح عشان يروح يجيب جول. ما بتعملش الكلام ده. انت يعني انت حتى لو مصطفى محمد لعب، طب ما هو انت كنت بتعاني في الفتره اللي فاتت بسبب الوضع اللي انت بتتكلم فيه يا كابتن. ايوه بالمحترفين. ما انا بقول لك ده حصل في انجولا وحصل في الجابون، مش صلاح كان بيلعب ومرموش كان بيلعب. برضه مالكش الشخصيه او طريقه اللعب اللي هي تطمنك، اللي هي تقول لا 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 احنا في اي وقت نجيب جول، في اي وقت نهدف، واخد بالك؟ انما المشكله كلها ودي ده عيب مدرب. خلي بالك، هل لو تريزيجيه رجع كابتن ووجود صلاح بقى خلي بالك برضه احنا بنقول منتخب الجزائر تقريبا نفس الوضع، لسه في هنضاف ليه مجموعه من المحترفين وانت هنضاف ليك مجموعه من المحترفين، وبالتالي انت ايكوال النهارده متساويين في كل الامور خاصه بالتقييم نفسه، هم برضه بيقيموا بشكل كبير بس انت كافراد افضل، بس انت ما استغلتهاش. يعني انت كافراد عندنا لعيبه جامده جدا، مش عارف ليه كل المصريين حاسين احنا هنلعب الجزائر في المباراه الفاصله. ان شاء الله نكسبه كابتن، ده برضه مره مفيش مشكله، انت عندك لعيبه كويسه برضه، عندك لعيبه عندها حلول. والله انا زعلان النهارده ان احنا ما احنا نكسب فوق على الفروقات الفرديه اللي عندك افضل من منتخب الجزائر 100,000 مره. انا بقولك عن قناعه بقى، لان لعيبتنا عندها الشكل الفني انت شايفه، لا عندك لعيبه بس قاعده بره، انت ما استغلتش، بتلعبهم غلط، ولما بتلعبهم بتلعبهم غلط، حركات اللعيبه والتشكيل والتكتيك اللي بتلعب بيه لا يتناسب مع امكانيات اللعيبه اللي موجوده. لازم اللعيبه، طب لو موجوده كابتن كمونه وانت كمدير فني مثلا منتخب، التكتيك اللي ممكن تشتغل بيه في اغلب المباريات ايه؟ يعني كطريقه لعب وشكل ممكن تكون خطتي في وقت من الاوقات داخل الملعب، الطريقه اللي تتناسب مع اللاعب المصري حاليا 4-2-3-1، اللي بتخلق ده الشكل الخطط. طبعا بتشتغل وتبداها من الجون من ورا بالظبط، والشكل بقى اللي مفيش حد يطفش بداية الهجمه مساكين الا في الضروره، مفيش طويل زي ما رضا بيقول، ابدا الهجمه تصر يعني النقطه دي، وما تلعبش عمق دفاعي. انا عندي لعيبه عندها حلول، عندي صلاح، عندي مرموش لو جاهز، عندي مصطفى محمد، عندي قفشه او عبد الله السعيد. هنا بقى عندك طويل مفيش طويل خالص، لا مفيش، حط الكره على الارض، انت عندك لعيبه عندها حلول، يعني عندك عبد الله لعيب كويس قوي، عند لو قفشه موجود برضو لعيب كويس قوي، هتقدر انت بقى تستغل، وزي ما رضا بيقول لك هتريح صلاح، عندك واحد بصير كويس قوي عنده رؤيه وبيبص لقدام زي عبد الله وقفشه، يعرف يشغل صلاح، يشغل مرموش، يشغل مصطفى محمد. مصطفى محمد هو فيرود جامد ليه؟ زي ما احنا مقتنعين احنا الثلاثه اللي بنتكلم، الفرويد لو ما كانش خطر مش هيبقى جوه ال 18، فمعظم الوقت مصطفى محمد بيبقى ايه؟ جوه ال 18، عشان كده صلاح بيعدي بيعمل له كروس، مرموش بيعدي بيعمل له كروس، ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا ما بنقطعش في حد. احنا بنقول امكانيات فرويد، امكانيات الفرويد، محمد شريف لو لعب الماتش اللي جاي هيقدر ان هو يسجل، لان مروان لما لعب خد فرصه واثنين وثلاثه ما سجلش. بمنظور شريف قريب من الفرويد او يعني هو هداف، وبالتالي لازم العبه جنب واحد امكانياته مختلفه. اقول لك على حاجه، مش ممكن ده يكون فكره عند الراجل؟ ممكن ده امكانياته وده امكانياته، وبالتالي انا يعني بستفاد برضه من شريف وهو موجود في الملعب. هو رضا نقطه مهمه جدا وانا مقتنع بيها، قال لك هو بيبعد محمد شريف عن ال 18 او حته الفيرويد
عشان خاطر مروان يلعب. ماشي ما يلعب كابتن، ما اعتقدش لو هو الفني يبقى عنده الفكر خالص. ده انا عايز استفاد من كل واحنا عايزين لعيبه مصر كلها. ده مدرب اجنبي، احنا عايزين لعيبه مصر كلها تبقى احسن من اي ده بيحب ويكره. بس حد يكون مقنع فاروق لما ياخد فرصه واثنين وثلاثه. بص اقول لك على حاجه كمان تلخص كل الكلام ده، في وجود عبد الله السعيد، في وجود قفشة، في وجود محمد صلاح، في وجود تريزيجيه، مرموش، الناس دي مش لعيبه كوره عاليه؟ صح تمام، صح ولا غلط؟ صحيح. طيب خطورتها في ايه؟ لما بتحط لك كره في الرجل. انما لما بتشعلق لا خلاص الموضوع انتهى. هل ان مثلا صلاح بطل الابطال هيطلع ويحضر وياخد والكلام ده هياخد من مجهوده؟ نفس الكلام مرموش، نفس الكلام عبد الله السعيد، نفس الكلام رمضان. فانت عشان تبقى لك شخصيه وتحس باللعيبه دي عندها فروق، ان الكره قريبه وفي الرجل للرجاله دي عشان تحس بالفروق. طيب تمام، هرجع اكمل في الجزئيه دي، جزئيه مهمه جدا.